الصحفيين في العادة هي نقل الخبر لا صناعته أو التدخل فيه، لكن هذه القاعدة شذ عنها الصحفي الإسرائيلي داني كشمارو مراسل القناة 12 الإسرائيلية. بالمناسبة كشمارو هو واحد من عشرات الصحفيين الإسرائيليين الذين يؤيدون الإبادة في غزة وعمليات القتل في لبنان والقطاع. كشمارو عمد إلى إعداد تقرير من جنوب لبنان ظهر فيه وهو يفجر بنفسه أحد المنازل خلال عملية النسف التي يقوم بها جيش الاحتلال لقرى وبلدات في جنوب لبنان. متابع. يحصل هذا في الوقت الذي عمد فيه جيش الاحتلال بالاستعانة بالإعلام الإسرائيلي إلى مهاجمة الصحفيين في لبنان وغزة الذين راح منهم عدد من الشهداء والجرحى، يتهمونهم بأنهم مقاتلون لا مراسلون محميون وفقا للقوانين الدولية، تهديدات يومية للصحفيين هناك. لكن عندما يفجر صحفي إسرائيلي منزلا جنوب لبنان فهو ليس إرهابيا. أما إن نقل الصحفيون الفلسطينيون مجازر إسرائيل ومحرقتها المتواصلة بحق المدنيين في غزة فهذا ممنوع، يوصف أو يوصف صاحبه بالإرهابي، عالم ظالم. يقول هذا التعليق على منصة إكس: الهجمات الإسرائيلية على لبنان أسهمت كما تابعنا قبل قليل في تدمير مبان عديدة في الجنوب اللبناني والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، إلا أنها أيضا أفضت إلى محو بلدات كاملة عند الحدود اللبنانية نتيجة لعملية النسف بحجة وجود مستودعات وأنفاق عسكرية لحزب الله. هذه التفجيرات وقوة هذه التفجيرات أسهمت بوقوع هزات أرضية وأدت إلى تفعيل أجهزة رصد الزلازل في إسرائيل كما شعر بها عدد من سكان المناطق اللبنانية. لنتابع هذه المشاهد كيف هزت الأرض. صورة مخيفة جدا. يعلق عليها الخبير الجيولوجي والباحث في علم الزلازل توني نمر، كتب عبر حسابه على منصة إكس: بعيدا عن السياسة وضجيج الحرب القائمة على لبنان، ما حصل اليوم في العديسة من تفجيرات متتالية فعلت أجهزة رصد الهزات الأرضية في الشمال الإسرائيلي، وهذا بمنزلة العبث بمقدرات الطبيعة إلى الشمال من منخفض الحولة حيث ينفصل فالق البحر الميت إلى فالقي اليمونة وروم، طبعا مصطلحات جيولوجية. ثم يضيف: إذا كان القرار في هذه الحرب هو عدم وجود محرمات وضوابط فيما يخص العمليات العسكرية فينبغي الانتباه من قبل مشغلي آلات الحرب الإسرائيلية إلى أن التفلت من الضوابط مع قوانين الطبيعة في الأماكن الخاطئة قد يؤدي إلى احتداث أو حصول يعني زلازل لا يتوقف تأثيرها على حدود الدول. يعني إذا حصلت في لبنان قد تنتقل إلى إسرائيل.